السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو اليوم إن شاء الله هنوريكم كيف تشتغلوا الكوفية هذاهي. درتها طقم مع بعض، القبعة نزلتها من كم أسبوع فات، طريقة عملها موجودة على اليوتيوب، هنحط لكم برضو في صندوق الوصف. واليوم هنوريكم طريقة الشال أو الكوفية. بالنسبة لهذه العمل جدا بسيط، اشتغلت نظام أسطر أو روز، عبارة عن غرز عمود بلفة، واشتغلت في القسم الخلفي، فأنتم هتشوفوا الفيديو وهتتعلموا طريقتها بالضبط. العمل نشوف فيه للمبتدئات، يعني جدا سهل، استعملت فيه سنارة كبيرة. جست تشوفي انت شنو الخيط اللي يناسبك، وتشوفي السنارة اللي تمشي مع الخيط وتقدري تشتغلي عليها. بالنسبة لي انا هني استعملت سنارة مقاس كبير علشان اعطتني الشكل هذاهي، ونهيت العمل بسرعة. فالمقاسات انت حرة فيهن، لان مش قبعة علشان اقول لك مثلا 1 2 3 لازم يكون المقاسات كذا هي. بينما للشال انت تقدري تديريه الطول زي ما انت تحبي، الى اخره. اوكي سو قبل ما نبدا العمل، ما تنسيش الاشتراك في القناه اذا كنتي مش مشتركه، لايك، لو عندك اي تعليق اي ملاحظات تقدري تكتبي لي تحت، وهنخليكم توا مع العمل. بالنسبه لي الادوات اللي انا استعملتهم في المقطع، فانا هنهي استعملت سناره مقاس 10. اوكي طبعا مقاس هتحتاجيه، وهتحتاجي لابره للتنظيف بعدين، ودافئ لي طبعا. هتحتاجي الخيط متاعك، الخيط اللي انا استعملته كمال، فما ما عنديش الصوره لها، الصوره مسحتها. بس لو حابين تعرفوا نوع الخيط اللي انا استعملته بالضبط، تقدري تشوفي الفيديو متاع القبعه، حاطه في البدايه. اوكي وهنديروا 3 سلاسل، 1 2 3. هنلف الخيط متاعي وهندخل في اول سلسلة هنهي من السن، في أول سلسلة احنا درناها هنشتغل فيها غرزة عمود بلفة، ولكن هنجي هنهي هنلف الخيط، نسحب وحدة بس، هنلف الخيط ونطلع 2، وبعدين هنجي هنهي نلف الخيط ونطلع 2. تمام، بعدين هنجي هنهي هنلف الخيط متاعي، وين هندخل السنارة؟ في السلسلة الأولى اللي احنا درناها هذاهي، فهندخل فيها وفي اللي وراها هنهي مع بعض، وهنسحب هنطلع 1، هنلف الخيط نطلع توا 2، هنلف الخيط ونطلع 2 مع بعض. تمام، هنجي من جديد هنلف الخيط. طبعا انا لما ندير اول سلسلة كأني كونت السلسلة هذه اللي انا هنشتغل فيها، فلو انت تلف الخيط هتلقي جزء هذا وجزء هذاهي من هناهي، فهندخل فين هنا الاثنين، فهني هذه 1 وهذه الثانية اللي وراه من هناهي، وهنسحب هنلف الخيط، نسحب وحدة، نلف الخيط نطلع 2، وهنا نطلع 2. تمام، فندير نفس الشيء من جديد، هنلف الخيط، هندخل الغرزة السنارة متاعي هناهي، وهنسحب هذي 1، هنلف ونطلع 2، نلف ونطلع 2. اوكي، فنحن اللي قاعدين نديره فيها هنا، نحن قاعدين نشتغل في غرز عمود بلفة وفي نفس الوقت السلاسل مع بعض. تمام، فمن جديد هنلف الخيط، هندخل هناهي، هنسحب وحدة، نلف نطلع 1، هناهي 2 2، نلف الخيط ندخل. طبعا لو انت شفتي ان الموضوع هذا صعب عليك، وتشز انا من قبل في الاول شفت ان الفاونديشن ستيتش او غرزة الاساس شوي صعبة، فتقدري ان انت على طول تشتغلي سلاسل، ولما توصلي للطول المناسب ترتفعي بسلسلتين وتشتغلي غرزة عمود بلفة في كل سلسلة انت درتيها. ولكن لما انت تشتغلي غرز، لما تعلمي غرزة الاساس، هتحسي روح نفسك ان انت انجزتي اكتر في العمل وهتحبيها، خصوصا لو انت تشتغلي على مقاسات يعني الاطفال او ملابس، جدا مفيدة الفاونديشن ستيتش، لان اوقات لما تشتغلي سلاسل ما تتحكمش في الخيط، لان مثلا بعدين ينكمش معاكي العمل، او تحسي ان العمل طلع واسع بكر، وتحسي ان كان المفروض عليك ان انت تنقصي عدد السلاسل. فحقيقة فاونديشن ستيتش جدا مهمة، بتقدري تديري غرزة اساس او فاونديشن ستيتش بالغرزة حشو او فاونديشن ست، او غرزة اساس تكون غرزة نصف عمود او غرزة عمود بلفة، وهكذا. هنحاول برضو اني انا ندخلكم شوية كلام انجليزي، مثلا foundation stitch هي غرزة الاساس، بحيث انه لو مستقبلين حبيتوا ان انتم تتفرجوا على فيديو تقدروا عارفين، مثلا لو حد قال foundation stitch
تبدو عارفين فونديشن ستيتش معناها. اوكي سو ستيتش معناها غرزة، فونديشن معناها اساس، فنفس الفونديشن عارفين بنات المكياج اللي تحطهم فيه، مش تقول لك انا بنحط فونديشن تبي تحط اساس، فنفس الشيء هنا هي فونديشن ستيتش هي غرزة الاساس. فانا هنا هي قاعدة نشتغل في دبل كروشيه، دبل معناها طبعا اثنين او دير دبل الموضوع ضعف. فدبل تشين، تشين معناها دبل ستيتش. اوكي دبل ستيتش معناها غرزة عمود بلفة. سو من العادة يقولوا كروشيه دبل ستيتش، تقدر انتم عارفينها. فانا هنكمل بنفس هذه الطريقة، عبارة عن شنو غرز اساس للعمود بلفة زي ما انتم شايفين هنا. هي انا قاعدة نشتغل في اول سطر من العمود بلفة برضو. كيف انت كملي بنفس هذه الطريقة لما توصلي للطول المناسب. بالنسبة لي انا زي ما قلت لكم هنكمل بنفس هذه الطريقة لما نوصل لمتر. هنا هي وصلت انا للطول المناسب عندي، طبعا درت اكتر من متر بشوية. فاللي هنديروه عبارة عن ان نحن هنديرو نفس الباترن بتاع القبعة هنا هي، فهنرتفعه بسلسلتين واحد اثنين. اوكي هنقلب العمل متاعي وهذا هتكون بداية كل سطر. اوكي فركزي معي، اتفقنا بسلسلتين وقلبنا العمل، هنلف الخيط وهندخل السنارة متاعي في الغرزة الخلفية هذه، وهنشتغل غرزة عمود بلفة عادي جدا. اوكي هندخل في اللي بعدها برضو الغرزة الخط الخلفي فقط من الغرزة العمود بلفة. اوكي هنشتغل غرزة عمود بلفة عادية. اوكي وهتكملي بنفس هذه الطريقة. اوكي سو لما تبدي سطر جديد هترتفعي بسلسلتين وهتقدي بس تشتغلي في الغرز الخلفية فقط لا غير، تمام؟ يعني فرضا ان نحن تو كملت السطر هذاهي، هنرتفع بسلسلتين وهنقلب العمل متاعي وهنشتغل في الغرزة الخلفية. اوكي فهتكملي بالطريقة هذاهي وهكذا، تمام؟ فكملي بنفس هذه الطريقة لغاية ما توصلي للعرض المناسب لك. تقدر تخلي الشال متاعك رقيق، تقدر تخليه غليظ على راحتك. بالنسبة لي أنا هنشتغل لغاية ما هيتم الخيط متاعي، فلما يتم الخيط متاعي هنقول لك أنا وين وصلت، تمام؟ so حاليا الكرة هذه كلها فاضية، فهنشتغلها كلها ونشوفه بعدين في النهاية كيف هيصير، تمام؟ انا هنا هي انتهيت من الوشاح، درت 8 اسطر. اللي هنديره تو عباره عن اني انا هنظف، طبعا قصيت الخيط، هنستعمل ابره كبيره للتنظيف. اوكي هنقص الخيط متاعي. طبعا هذاهي الخيط اللي فضل عندي، مش هنقدر اني انا نشتغل به وندير سطر واحد تاني. شفت ان العرض جدا مناسب بالنسبة لي الوشاح زي ما انتم شايفين في الصور اللي حطتهن. بالمناسبة الاعمال متاعي كلهن نحط فيهن على الانستغرام، فلو حابة ان انت تشوفي صور اوضح تقدري تشوفي الانستغرام. اوكي خلي يدين نخش على تحت. تمام سو هذاهي عندي الوشاح هناهي، هذاهي شكله من تحت. لو انت حابة ان انت مثلا تزيدي عليه وتشتغلي مثلا الطروف هدنا اللي ديروهن، تقدر تطولي العمل متاعك وتشتغلي مثلا على سبيل المثال، خلينا نقول نبي ندير مجموعة هيكي
ثلاثة بس تقدري تاخديهم وتدخلي مثلا بين كل سطر وسطر، يعني سطر وسطر لا، سطر وسطر لا، بهذا الشكل. اوكي لفي الخيط وطلعيهم كلهم مع بعض ويقعد عندك الشكل هذا في الوشاح. بس انا هنا مش حابه اني انا ندير اي حاجه، هنخليه وشاح عادي صاده هيك كذا هي. تمام، فانت برضو لك الحريه لو انت حابه تديري حاجه زي هيك او لا. هذا كان كل اللي عندي اليوم. لو عجبك المقطع ما تنسيش تضغطي لايك، واذا كنتي مش مشتركه اشتركي في القناه، ودمتم سالمين.